مرحبا، اليوم رح نعمل بيتزا. هلأ رح نبلش بالصوص. رح نعمل صوص البيتزا. هون رح احتاج لشوية زيت، بحطهم بوعاء زي هيك. بعدين هون في عندي بالخلاط هذا الصغير نص راس بصل وسنين تومة وحبة فليفلة حارة، اللي بحب يحطها يحطها، بحبش بلاش. وبنزلهم هون طبعا، بحمصهم هيك حتى يدبلوا. احط فوقهم معلقتين معجونة البندورة، معلقتين كبار. بحمصهم شوي مع البصل والخلطة اللي حطيتها بالاول. هلا بعد ما حمصنا شوية مية البندورة، بنضيف عصير البندورة. طبعا هذا عصير بندورة فريش، بنحطهم فوقها. بنخليها تغلي لتتسبك. حط فلفل. ملح، حطينا ملح، حطينا فلفل، وبنتركها على نار هادية لتتسبك وتشد معانا وتصير بيست. يعني كيف بيست؟ يعني معجون، مش معجون معجون، وإنما يعني كثيفة تقيلة. يعني نسيت أقولكم إني أنا حطيت ورقة غار هيها هون مع الصوص. طبعا بس تتكثف الصوص وتصير بدها تخلص بنحط عليها زعتر وحصلبان وشوية ريحان وبس. وكل شوية بتضلكوا تحركوها عشان ما تلزق. هذا حصلبان هلأ بنحطه بعد طبعا ما اتكثفت. هلأ بفرجيكم كيف صارت. شوفوا كيف صارت، شايفين؟ كثيفة. بدنا نحط كمان زعتر اوريجانو او زعتر، انا ما عندي اوريجانو، بستعمل الزعتر البلدي. هيو ناشف هيك، بصرفه عليها. هاي هيك خلاص. هلا خلصت الصوص تبعتنا، حطينا عليها حصلبان وحطينا زعتر يابس عليها. هلا هيك بنطفي عليها ومنبلاش هلا نعمل بالعجينة البيتزا. هلا رح نعمل العجينة. هون انا حاطة 3 كوبايات طحين، طبعا بالكوب المعياري، وفي عندي هون كوباية مي وعليها معلقة صغيرة خميرة ومعلقة سكر. رح اضيف على العجينة على الطحين شوية توم باودر، وفي عندي هون اشي اسمه نيوتري شاسيس سيزنينج، رح احط منه كمان هذا. هذا بيعطي طعم تشيز ومفيد صحي يعني. رح احط معلقة صغيرة، كمان رح احط شوية اونيون باودر اللي هو بودرة البصل. زعتر ناشف او اوريجانو على العجينة شوي، وملح. زيت زيتون او اي زيت انتو بتحبوه، معلقتين ثلاثة، 3 معالق بكفي. وهلأ رح نعجن العجينة. هاي الخميرة انا خمرتها، رح اضيفها.
هاي عجينتنا صارت جاهزة، عجنتها أنا على العجان. طبعاً على العجان بتاخد 10 دقايق، 8 دقايق، دقيقتين على سرعة واطية و6 دقايق على سرعة عالية، وبتطلع بهذا الشكل. بنخليها لتخمر، بنغطيها وبنخليها لتخمر لمدة نص ساعة، بعدين بنشتغل فيها. هاي العجينة هيك فردناها، طبعاً أنا حطيتها على ورقة زبدة عشان تدخل الفرن. هاي بحط الصوص أنا اللي عملته. هاي التوبينج اللي انا حطيته عليها، طبعا حطيت بصل وحطيت فطر وحطيت سوسيجز وحطيت فليفلة وبروكلي وزيتون اسود، وبس هذا هو اللي حطيته عليها انا. هلا بدي احط عليها جبنة من فوق وندخلها على الفرن. هلا بعد ما خلصناها حطينا كل شيء عليها وجبنة، حطينا موزاريلا وتشيدر على فرن درجة حرارته 180 درجة. بنحطها لمدة تقريبا يعني بدها شي 25 دقيقة، من 20 ل 25 دقيقة. بنشيك عليها وبنشوف. احنا هاي البيتزا جاهزة، هي طلعناها من الفرن، شوفوا ما احلاها. اذا عجبتكم الوصفة اضغطوا لايك وسبسكرايب حتى يوصلكم وصفات جديدة. باي باي.